دائما فرق بين الناس او استيعاب الناس لفكره الجرافيك ارت وفكره جرافيك ديزاين. طبعا هم بتقدر تقول هم مكملين لبعض، مساعدين لبعض، بيدخلوا في بعض، بس هم اشياء اثنين مختلفين. يعني هذا ممكن يكون على الكمبيوتر، هذا فيك تقول انه هو بيور ارت، بتشتغل بايدك الرسمه، السكتش، الالوان، بتخلط اللون اللي بدك اياه، بتعمل تتعامل مع اللوحه. يعني هي عباره عن تنتج فيها عمل فني ولوحه من بدايتها لاخرها، على عكس مثلا الديزاين. الديزاين بتكون قاعد على الكمبيوتر بالالوان جاهزه عندك. هلا ممكن انت تتساعد انه تدخل الجرافيك ارت بالجرافيك ديزاين عن طريق انه الملمس اللون وتدخله على الكمبيوتر تشتغل فيه، بس هم كثير اشياء، كثير تنين بيختلفوا. هلا الجرافيك ارت اللي انا عم بشتغله هو بعده اشياء، في الطباعه على الخشب، في طباعه على لينوليوم، في طباعه على زنك، في طباعه على ليثوغراف، في طباعه على كرتون مقوى، وطبعا في اشياء كثير ممكن تستخدمها، بس اساس شغلي انا اللي بشتغله بالليثوغراف وبالاتشينج وبالكرتون. فكرة اللي بدي احكي لي انا بشتغله الليثوغراف مثلا او الاتشينج بشكل عام، الجرافيك بشكل عام، هي عبارة عن لون فوق لون، طبعة فوق طبعة، فانت بتكون الايمج اللي بدك اياه. الحلو فيه انه اوقات بتطلع اشياء صدفة، والصدفة بتعمل منها عمل فني حلو كتير. يعني بنستغل الصدف فيها. يعني وهي عبارة عن انك بتلعب بدرجات اللون من الابيض للسكني للاسود. هي الفكرة اللي انا بحب اتناولها دائما بمواضيعي ولوحاتي هي عن البحر. انا كثير بعشق البحر وبحبه كثير، فكان الموضوع اللي اخذه هي عن وجه الماء، انها هي كانت اول مرآة للانسان، فكنت انا استرجع، وهي عباره عن ذاكره مختزله، يعني بتختزر كل شيء، ذكريات او اي شيء ملمس او صور خارجيه بهذا السطح. فكنت احاول استرجع اجزاء من هاي الذكريات، اجزاء من هاي الصور. فممكن تلاقي في اللوحه مثلا شجر، اجسام انسان، يعني ناس، بتلاقي صخور. الالوان اللي انا ماخذتها كانت من الالوان التراب، الوان السماء، البحر، شجر. بعطي دورات ورشات عمل لأطفال، بعطيهم بالجرافيك، بس بعطيهم إياها بطريقة جدا مبسطة لأنهم يستوعبوا الفكرة، يكونوا عندهم فكرة للأرت، شو هو الأرت، شو هو الجرافيك الأرت، ويقدروا ينتجوا لوحة. يعني إنه كطفل يشوف إنه عم بنتج لوحة فنية بإشي كتير بسيط، شعور جميل لإله، يعني كتير حلو. هلا انا في عندي شغله انه بحس الفنان كفنان، يعني فكره الفنان هو نفس الفنان فاهمها غلط. يعني مثلا او بيعطوها صوره للناس غلط. الفنان جدا انسان حساس، جدا انسان مهذب، جدا انسان نظيف. مثلا مفهوم الناس، مثلا انا حابب اكون فنان، بتلاقيه بيقتبس الاشياء الغلط اوقات، أو بحاول يعطيك مفهوم إنه أنا جداً إنسان متعمق في التفكير، جداً بنظرته العميقة. أي إنسان بحكي معاه ورا موضوعه وحكيه في كتير إشي بعد ثالث. يعني هنا غلط إنه كتير عم بنتشر هذا الشيء بيناتنا، والفنان بمعنى الفنان عم بضيع بسبب مجموعة، يعني بدي أقول هم مجموعة من الناس عم بدخلوا بيحاولوا يخربوا مفهوم هذا الإشي.
بالأخلاق، بالتصرفات، حتى بالفن نفسه. يعني بتلاقيه إنه خلص الفن بأخذه بطريقة كتير سهلة، وأنه أنا بعمل لي أي لوحة هيك وبصير فنان. هو مش هيك مفهومه، يعني كتير غلط، وللأسف هيك عم بصير عنا بمجتمعنا.